تورم الأنسجة، لأن الدم هينتشر في المكان، تورم الأنسجة مكان الإصابة أو الالتهاب. نمرة 2، السماح بنفاذ المواد الكيميائية المذيبة والقاتلة للبكتيريا بالتوجه إلى موقع الإصابة. 3، إتاحة الفرصة لخلايا الدم البيضاء، خلايا الدم البيضاء المتعادلة ووحيدة النواة وكذلك الخلايا البلعمية الكبيرة طبعا الدوارة، لمحاربة وقتل الأجسام الغريبة والميكروبات. قتل الأجسام الغريبة والميكروبات. ملحوظة، يوجد مكونان آخران في خط الدفاع الثاني، يتواجدان في معظم أنسجة الجسم، موجودين طبيعي في كل مكان في الجسم، اللي هو الانترفيورونات، الخلايا القاتلة الطبيعية اللي هي NK، اللي هي نوع من الخلايا الليمفاوية، اللي هي البي والتي، الباء والبائية والتائية، وبعدين NK. فالNK وهو النوع الثالث من الخلايا الليمفاوية بعد البائية والتائية. دول بالنسبة لخط الدفاع الثاني. لما نيجي نشوف بالجرح، أول حاجة عندنا الخلايا الصارية موجودة في الموقع، فبسبب وجود البكتيريا أو الخلايا الصارية هتفرز لنا مادة إيه؟ مادة الهستامين. مادة الهستامين من الخلايا الصارية والخلايا القاعدية بمنطقة الجرح، فتطلع إيه؟ فتطلع النقط اللي هنا، تطلع يبقى هنا أول حاجة هنا القطع أهو القطع، فالقطع دخلت معاه بكتيريا، فهيطلع أول حاجة عندنا الخلايا الصارية على طول، فالخلايا الصارية تفرز لنا مادة الهستامين. مادة الهستامين دي فايدتها بتفرز من الصارية وبتفرز من الخلايا القاعدية بتاعت كرات الدم البيضاء القاعدية من منطقة الجرح. نمرة 2، بتزيد حبيبات الهستامين في نفس المكان، فتؤدي ايه الى نفاذية الاوعية الدموية، عشان حاجات تطلع من الدم، الكرات الدم البيضاء تطلع ايه من الاوعية الدموية بمنطقة الجرح. نمرة 3، بتحفز، هي برضو في 2، بتحفز الهستامين، يحفز وينشط الخلايا المناعية الاخرى. نمرة 4، تسبب حبيبات الهستامين تمدد وتدفق، تمدد دي ده جدار شعيرات دموية مثلا، فبتتمدد وتتدفق ويبقى في نفاذية، فايه فتخرج منه، يزداد تدفق البلازما لمنطقة الجرح مسببة احمرار وتورم، وتخرج ايه تخرج خلايا الدم البيضاء المتعادلة، وتخرج عندنا برضو خلايا الوحيدة النواة، وتخرج برضو عندنا الخلايا البلعمية الكبيرة. دول الثلاثة، فتأتي من الشعيرات وعن طريق الهستامين اللي خلى فيه نفاذية في الأوعية الدموية، فتخرج منه خلايا الدم البيضاء المتعادلة ووحيدة النواة والبلعمية من الأوعية الدموية بالجرح إلى موقع الإصابة، لتقوم بالتهام البكتيريا والخلايا المتحطمة. ده الاستجابة بالالتهاب غير المتخصص. يبقى عندنا الشكل اهو زي ما شايفين. فأول حاجة قلنا الخلايا الصارية بتفرز الهستامين، الهستامين نفسه بيعمل على الحاجات دي كلها، بيعمل ورم، بيوسع، بمدد الشرايين، الأوردة الدموية، بيعمل موضوع من نفاذية، وبنشط الخلايا المناعية، فبتخرج الخلايا البيضاء كرة الدم البيضاء المتعادلة وحيدة النواة والبلعمية، وفتخرج إلى مكان الإصابة عشان تلتهم البكتيريا الموجودة. فهذا كل اللي في الاستجابة بالالتهاب غير متخصصة، وده من خط الدفاع، وده يعتبر من خط الدفاع الثاني اللي هو فعالية عمل الجهاز المناعي. عندنا بعد كده فقلنا الخط الدفاع الثالث اللي هو هنشرحه، اللي هو في المناعة المكتسبة، وتبقى بيبقى عندنا نوعين، يا إما مناعة خلطية ودي بالأجسام المضادة، يا مناعة خلوية دي بالخلايا الوسيطة. هنشرح دي لوحديها. إلى هنا أكتفي بهذا القدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.